قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فإن هذا الكتاب يهدي من الضلالة، ويبصر من العمى، ويخرج من الشقاوة، ويقود إلى السعادة. قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً. وقال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فعليك يا عبد الله أن تعيش مع هذا القرآن كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما أخرج البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ علي. قال: فقلت: يا رسول الله، أأقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت له من سورة النساء، فلما بلغت قول الله سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال: حسبك. قال: فرفعت رأسي فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. وروى الإمام البيهقي رضي الله عنه من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: لما نزل قول الله تبارك وتعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ قال: بكى لها أهل الصفة حتى أخضلوا لحاهم، وحتى سال الدمع على خدودهم، فسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى لبكائهم. قال: فسمعنا بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكينا لبكائه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد بكى من خشية الله. فهذه فضائل عظيمة عليك عبد الله أن تغتنمها، خاصة في هذه الأوقات، وأن تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يكون لك نوراً وهدى. وأعظم ما تلقاه في كتاب الله وما تجده في هذا الكتاب العظيم هو توحيد الله جل وعلا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والقرآن كله توحيد، فهو إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما أمر بعبادة الله وحده ونهي عن الإشراك به، فهو توحيد القصد والطلب، وإما أمر ونهي فهو من لوازم التوحيد وحقوقه، وإما خبر عن أهل الجنة والنار فهو جزاء من حقق التوحيد وأنه سيدخل الجنة، وجزاء من أعرض عن التوحيد وأنه سيدخل النار، وإما خبر عن الرسل وأممهم وما حصل معهم وكيف نصرهم الله وكيف أهلك الله أقوامهم. فهو بيان لمن دعا إلى التوحيد وما سيلقى، ولمن أعرض عن التوحيد ولما سيلقى. فالقرآن كله في التوحيد وفي حقوقه وفي جزائه. فتجد في هذا الكتاب قصص الأنبياء في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي سورة يونس وفي غيرها من سور القرآن، دعوا إلى الله سبحانه وتعالى وأمروا الخلق بالتوجه إلى الله جل وعلا وصبروا على ذلك. فعليك عبد الله أن تتدبر كتاب الله، وأن تنتفع بما فيه، وأن تعتقد ما فيه من الحلال والحرام، وأن تصدق ما فيه من الأخبار، وأن تعمل بما فيه من الأحكام، ترجو النجاة يوم القيامة من الله سبحانه وتعالى.